تتبع أبو ظبي برنامجاً يهدف إلى تنمية الصناعات الدفاعية المحلية من 10% إلى 30% في عام 2030، وهي تمتلك بالفعل صناعة دفاعية متطورة واقتصاداً متنوعاً. وترتكز الصناعات الدفاعية الإماراتية على تطوير حلول جيدة ومبتكرة وذكية تجتذب الأسواق الخارجية وعقد الشراكات مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة بهذا القطاع. وقد حقق معرض الدفاع الدولي آيدكس منذ انطلاقته الأولى نمواً كبيراً جعله أحد أهم المعارض الدولية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال الأمن والدفاع، كما مثل فرصة للشركات الإماراتية لاستعراض والتسويق لأحدث الوسائل والحلول التكنولوجية الدفاعية المتقدمة. ولعل أبرز المحطات التاريخية التي مرت بها الشركات الدفاعية الإماراتية من خلال مشاركتها في معرض آيدكس كان عام 2019، حين سجلت الدورة 14 عام 2019 رقماً قياسياً على مستوى مشاركة وتمثيل الشركات الإماراتية، الذي وصل إلى 170 شركة متخصصة في الصناعات الدفاعية والقطاعات المساندة، الأمر الذي يؤكد ما أسهم به المعرض منذ انطلاقته في دفع عجلة التقدم والتطور في قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية. وفي الخامس من نوفمبر عام 2019 شهدت أبو ظبي إطلاق مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع، وبعد مرور عام على إطلاقها أصبحت المجموعة المعروفة اختصاراً بإج ضمن قائمة أكبر 25 شركة عسكرية في سوق الأسلحة العالمي، وظلت تستعرض خدماتها المبتكرة لسنوات حتى صدر قرار ضمن خطة استراتيجية للإمارات بتطوير الصناعات الدفاعية للوصول إلى مستوى من الاكتفاء الذاتي في قطاعي الدفاع والأمن. وبذلك استطاعت دولة الإمارات بناء منظومة متطورة للصناعات الدفاعية الوطنية كجزء لا يتجزأ من الجهود لخلق فرص واعدة تسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام وقوة دفاعية لا يستهان بها.